ابن رشد الحفيد وكتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. قرطبة جوهرة الأندلس، الثغر الإسلامي الآيل إلى السقوط بفعل صراعات ملوكها المتعددين تعدد طوائفها، حيث المكر والدسيسة والاستقواء بالأعداء لولا لطف الله الآتي من الجنوب، من مغرب المرابطين ثم الموحدين الذين انتصروا لإخوانهم ثم وحدوا وأخر الانهيار إلى حين. الأندلس وما لك من الأندلس في فترة بداية النهاية، حيث تدخل الغرب الفرنجة إلى تدخل الدولة المرابطية ثم الموحدية التي حاولت إنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذه الفترة. ولد العلامة أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الحفيد سنة 520 هجرية في مدينة قرطبة. إن كلامنا عن ابن رشد الحفيد لا يمكن أن نمر عليه إلا إذا تعلقت أنفسنا ووجداننا وعاطفتنا الإسلامية بذلك الفردوس المفقود، ذلك المعقل العلمي الذي انتزعته يد الكفر والكنيسة والتكالب على الإسلام من أيدينا. في ظل هذه الظروف أنجبت قرطبة عالما فذا من أعلام الفكر الإنساني، كان له أثر كبير في تطور عدد من العلوم الإنسانية والكونية. إنه العالم المشارك، المتبحر المبدع، الباحث الدارس، المؤلف الشارح، الذي شغل الناس بعلمه وفكره ومنهجه حياً وميتاً، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد المشهور بابن رشد الحفيد. إنه قاضي قرطبة، الفقيه، الفيلسوف، الطبيب الذي ملأ الدنيا بفكره وأثره وتأثيره على الثقافات العربية واللاتينية والعبرية وحتى على الثقافة المعاصرة. أبو الوليد القرطبي الحفيد متعدد التخصصات، فهو فقيه أصولي، فيلسوف، طبيب، فيزيائي. ولد عام 520 للهجرة الموافق 1126 في قرطبة وبها نشأ. كانت أسرته من أشهر الأسر العلمية بالأندلس، فجده المشهور بابن رشد الجد هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي، الفقيه النوازلي الأصولي، تولى القضاء في قرطبة وعرف بقاضي الجماعة، وقد جاوزت شهرته بلاد الأندلس إلى المغرب. وكذلك والده أحمد بن محمد ويكنى أبا القاسم، سار على نهج الجد حتى صار علما من أعلام قرطبة في الفقه والفتوى وتولى القضاء بها. عندما نتحدث عن ابن رشد الحفيد نتحدث عن أسرته العلمية. أسرته يعني كانت من كبار العلماء، فجده عالم كبير، يمكن يعني فقيه نوازلي أصولي قاضي، حتى وصل إلى درجة قاضي جماعة في قرطبة. وأيضا والده أيضا هو من كبار علماء عصره،
وفقهائها، وتولى القضاء أيضا في قرطبة. فإذا لا غرابة أن يتخرج هذا العالم الكبير أبو الوليد من هذه المدرسة، ولهذا كان لوالده دور كبير في تعليمه. فقد بعد حفظ القرآن الكريم أخذ الفقه عن والده فحفظ الموطأ. اتصل ابن رشد بابن طفيل صاحب قصة حي بن يقظان، وجمعت بينهما الفلسفة والإلهيات، وكما اتصل بابن زهر حيث جمعت بينهما دراسة الطب، كما درس كتب ابن باجة وتأثر بآرائه الفكرية والفلسفية. كانت رغبة الموحدين في استقدام العلماء، كبار العلماء، إلى دولتهم للإسهام في مجال العلمي، ولهذا استقدمت عددا كبيرا منهم، وكان ابن طفيل من جملة الذين يشتغلون في بلاط السلطان الموحدي، هذا يوسف ابن عبد المؤمن الموحدي. وكان هذا ابن طفيل وسببا في استقدام ابن رشد، حبب إليه أن السلطان الموحدي يشجع العلم ويشجع الفلسفة. وفعلا حضر ابن رشد الحفيد إلى مراكش، وهناك يعني تفجرت عبقريته إن صح هذا التعبير، فألف عدد من الكتب، وكان كثير المطالعة، كان يعيش بين كتبه دراسة ومدارسة وتأليفا. المشهور عن ابن رشد أنه لم يتوقف عن القراءة والكتابة إلا في يومين، يوم زواجه ويوم وفاة والده، أما جميع الأيام السنة فكان يقضيها في التأليف وفي القراءة. وكان ينتج إنتاج، فأنتج كما قلنا عدد من الكتب، ثم كتابه العظيم هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب يدل على يعني سعة علم هذا الرجل. يعد كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد فريدا في بابه. نعم، كتب الخلاف العالي والتفقه وبسط الأدلة ومناقشتها كثيرة جدا، بحيث تعز على الحصر، ولكن هذا الكتاب اتخذ لنفسه مسلكا خاصا، من حيث إن عقلية الفيلسوف والعقلاني ساعدت جانب الفقيه في ابن رشد على أن يحسن تصنيفه وأن يبسطه بسطا، بحيث جاء العنوان مطابقا لمدلوله ومعناه، فهو أول مدرج للمجتهد وهو نهاية الطريق للطالب المقتصد. Thank you.
نستطيع أن نقول بدون مبالغة بأن هذا الكتاب يعتبر من أروع المؤلفات وأنفسها في مجال الدراسات الفقهية الإسلامية، وقد تجلت أصالة هذا الكتاب من خلال جوانب كثيرة نستطيع أن نحصرها في جانبين. الأول أن ابن رشد ساهم بهذا الكتاب في إخراج الفقه ونقل الفقه من الدراسة الجزئية إلى الدراسة الكلية، أي من الدراسة التي كان الاهتمام فيها منحصرا بدراسة الفقه في مجال مذهبي معين، فاستطاع ابن رشد من خلال هذا الكتاب أن يعطي للفقه شمولية واستيعابا، حتى أصبح هذا الفقه مشتركا بين المذاهب، بحيث يمكن أن ندرسه من خلال اتجاهاته الفقهية ومدارسه الموجودة. كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو كتاب متخصص فيما يسمى بالخلاف العالي، الخلاف العالي أو الفقه المقارن، الذي جمع فيه صاحبه أقوال الفقهاء المدونة وغير المدونة ابتداء من الصحابة وانتهاء بمن بلغه من العلماء في عصره وفي جميع بلاد المسلمين. والجانب الثاني الذي أضافه ابن رشد في هذا الكتاب أنه حرر العقل الفقهي من عوامل التبعية والتعصب المذهبي، وأعطى لهذا العقل نوعا من الحرية والذاتية، حيث استطاع ابن رشد في هذا الكتاب أن يقدم لنا النموذج المنهجي الذي على أساسه نتعامل مع الفقه دون أن نتعصب لرأي أو أن نأخذ بكلام، من غير أن نمحص هذا الرأي الفقهي ونعرضه على الموازين والقواعد الصحيحة حتى نعلم صحته من خطئه. وبخصوص عنوان الكتاب، فإن الاسم الذي اشتهر به بين الناس هو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وقد أتم تأليفه سنة 564 للهجرة قبل أن يضم إليه كتاب الحج بعد 20 سنة. وقد أشار ابن رشد نفسه إلى هذا التاريخ بقوله في نهاية كتاب الحج: وكان الفراغ منه، أي كتاب الحج، يوم الأربعاء 9 جمادى الأول، الذي هو عام 84 و500، وهو جزء من كتاب المجتهد الذي وضعته منذ 20 عاما أو نحوه، والحمد لله رب العالمين. فابن رشد استطاع أن يعمد إلى هذا الأسلوب الذي لم يسبق إليه، وهو ابتكار منهج الخلاف العالي، تحليل بأسلوب ليس فيه تهافت كلامي على أحد، وليس فيه تزهيد ولا تنقيص من طريقة أحد، بل قلت في هذه المقدمة التي بين أيدينا على أن هذا الرجل لا يدرك أحد أنه ينتمي لمذهب، إلا في آخر الكتاب حيث قال أنه سيؤلف كتابا في الفقه المالكي بأدلته، عندها عرفت أنه مالكي. نستطيع أن نقول إن ابن رشد يعني قد خط بهذا الكتاب منهجا جديدا في مجال الدراسة الفقهية، فبعدما أن كان الفقهاء يتعاملون مع الفقه من الزاوية المذهبية الضيقة، صاروا من خلال هذه الدراسة التي جاء بها ابن رشد أن يقفزوا على المحددات المذهبية الضيقة، وأن يتعاملوا مع المذاهب من خلال رؤية فقهية شاملة مشتركة. والمسألة الثانية والجانب الثاني أن ابن رشد من خلال منهجه التجديدي في دراسة الفقه ومحاولة إرساء هذا الفقه على دعائم وأساسيات جديدة، أنه حاول أن يعطينا الصياغة المنهجية التي على أساسها
نتعامل مع الاختلاف الفقهي ونوجه هذا الاختلاف بما يخدم الفقه الإسلامي ويرقى بمستواه من الحالة المذهبية الضيقة التي تتميز بالتعصب إلى الحالة التي يصبح فيها الفقه خادما للإنسانية وفاعلا حضاريا يرقى بالمجتمعات الإسلامية إلى أعلى المستويات. على مستوى التصور يستطيع القارئ لكتاب البداية أن يجعله مشجرا في جميع تفاصيله، ذلك أن ابن رشد كان يذكر المسألة ثم يذكر الخلاف فيها إن وجد، لأنها إن كانت مناط إجماع لم يعرج على ذكر الخلاف فيها إذ لا معنى له، فإن وقع فيها خلاف عزاه إلى أصحابه وساق أدلتهم عليه على المسألة، ثم ذكر سبب الخلاف إعانة للمتفقه على إدراك أسباب الخلاف في الفقه، فإن بدا له ترجيح أو تأييد لرأي من الآراء أو دليل من الأدلة نص عليه وذكره، وإلا سكت عن ذلك. كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو كتاب في الخلاف العالي، وقد تميز هذا الكتاب بما لا يوجد في غيره من حكاية الخلاف وأسباب الخلاف بين الفقهاء، والطريقة التي يعرض بها ابن رشد الخلاف بين الفقهاء هي طريقة ممتعة. فإذا كان الخلاف في أصله هو مدموما، فإن الوقوف على الخلاف مع ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد يكون ممتعا. لماذا يكون ممتعا؟ يكون ممتعا باعتبار أن ابن رشد يعلل الخلاف، فيذكر المسألة ويعرف بالمسألة ثم يذكر أقوال الفقهاء ممن اتفقوا أو اختلفوا في المسألة المعينة، فيذكر سبب اختلافهم، فيقول مثلا والخلاف واقع بين العلماء وقد اختلفوا، فذهب فلان إلى كذا وذهب فلان إلى كذا، ثم بعد ذلك يعلل هذا الخلاف فيقول سبب الخلاف هو اختلاف الدلالة في الألفاظ، واختلاف الدلالة يتعلق باختلاف دلالة الأمر واختلاف دلالة النهي واختلاف فهم المشكل. بالنسبة لهذا الجانب أستطيع أن أسوق نموذجا يبين منهجية ابن رشد في دراسة قضايا الفقه ومسائل الفقه. فمثلا في بداية المجتهد حينما تعرض لبعض المسائل وهي كثيرة في هذا الكتاب لا حصر لها، حينما تعرض لمسألة الصلاة في المسجد أي ركعتي المسجد أو ما يعرف بركعتي الافتتاح، فإن ابن رشد عرض رأي المذاهب ولخص المسألة برأيين، الأول للجمهور الذي يرى بأن ركعتي المسجد أو دخول المسجد مندوب إليهما، والرأي الثاني وهو لأهل الظاهر الذي يرى لزومية الركعتين. وابن رشد حينما عرض الرأيين حاول أن يربط الرأيين ويبين سبب الخلاف فيهما، فقال بأن المسألة تعود
إلى قاعدة أصولية وهي قاعدة الأمر المطلق، هل يقتضي الإيجاب أو لا يقتضي؟ فمن يرى أن الأمر يقتضي الإيجاب كما يقول الأصوليون وكما يقول الجمهور فإنه يحمل على الإيجاب، ومن يرى بأن الأمر المطلق يحمل على الندب فإنه يحمل على الندب ولا يصرف إلى المعاني المجازية إلا إذا كانت هناك قرينة. لكن الجمهور في هذه المسألة لم يحملوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بتحية المسجد أو ركعتي دخول المسجد، لم يحملوا الأمر على الوجوب، لأنهم وجدوا أن ثمة قرائن تجعل هذا الوجوب غير مطلوب في قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود بالأمر هو الندب. ومن القرائن التي اعتمد عليها الجمهور في استنباط الحكم من هذا النص الحديثي أن القول بوجوب ركعتي الفجر ركعتي المسجد دخول المسجد من شأنه أن يزيد في عدد الفرائض الخمس، ويفوق وتصبح الفرائض الإسلامية أكثر من الفرائض المقررة إسلاميا، بينما هي في الشريعة خمس، ولذلك لم يقول بالوجوب لهذه القرينة التشريعية المستمدة من واقع الشريعة. أما بالنسبة للظاهرية الذين يقولون بأن تحية المسجد واجبة، فإنهم قد اعتمدوا على قرينة أن الأمر هنا في بابه ويحمل على مبدئه وأساسه، وهو أن الأمر هنا جاء ليبين أن هذا أن تحية المسجد مطلوبة وأساسية، فالأمر هنا يتعلق بالمكان ولا اعتبار لجهة الزمان كما يقول الجمهور. وهو يرجع إلى أصول يجريها الفقهاء في كتبهم كالخروج من الخلاف والعدول بالمسألة عن الأصل أو الوقف حين يقتضي الأمر ولا يعن له وجه الترجيح، فيقف عند مسائل لا يرى فيها رأيا له أو لغيره، كقوله لا أدري له مذهبا أو لا أعلم له دليلا أو لم أقف عليه، وهذا منتهى الموضوعية مع إشعاره بمبلغ استقرائه، وبأن ابن رشد وإن دفعته الحمية ليقحم نفسه وسط الفقهاء إلا أنه فقيه النفس ولا بدع، فهو فقيه ابن فقيه ابن فقيه.